بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة المرة دي إن شاء الله عن الدرس اللي اتقال في المحاضرة السابقة اللي هو البولي ساكرايد. الكلاسيفيكيشن اوف بولي ساكرايد، هومو بولي ساكرايد او هيتيرو بولي ساكرايد، دي التو تايبز اوف بولي ساكرايد. المين كاتيجوري هومو اوف ذا سيم تايب، يبقى كل الشوجرز اللي موجودة من نوع واحد. هيتيرو يبقى ميكسد بقى، different type of sugar. عندنا بقى الهومو بولي ساكرايد الستارش ديكسترينز ديكسترانز جلايكوجين اجار اجار سليولوز انيولين، وبعد كده هنتكلم عن كل واحدة منهم بالمختصر. الهيتيرو بولي ساكرايد different sugar types، عندنا جام اللبان بيكتينز، وفي مجموعة كبيرة قوي نسميها ميوكو بولي ساكرايد. الهومو بولي ساكرايد اول نوع فيها الستارش، نشا اللي موجود في النبات مش موجود في الانيمال او الهيومن خالص. الستراكشر اوف ستارش جرانول زي ما انتم شايفين، في جزء داخلي كده ابيض وجزء تاني مخطط في الخارج. الداخلي الابيض ده بنسميه اميلوز، والجزء الخارجي اللي هو المخطط ده بنسميه اميلو بيكتين. ايه الفرق بقى ما بين الجزء الداخلي في الستارش والجزء الخارجي؟ الجزء الخارجي اللي بنسميه الاميلوز والجزء الخارجي الاميلو بيكتين، وده سؤال بيجي كومباريزون. تعمل الجدول زي ما هو وتكتب الكلام والايتمز اللي موجوده فيه. نمره واحد في الفرق ما بينهم، الاميلوز بيمثل من 15 ل 20% من حجم الستارش زي ما انتم شايفين. الاميلو بيكتين من 80 ل 85% اوف ذا ستارش جرين. هنتكلم عن الاميلوز بقى استراكشر، بيتكون من نون برانشنج ستريتد شين جلوكوز متحدين مع بعض بالفا 1 4. الاميلو بيكتين يبقى فيه نوعين اتنين من الروابط، رابطه في الستريتد شين عباره عن الفا 1 4، وربطه بتطلع تفريعه او فروع عامله زي غصن الشجره بالظبط، والفروع اللي طالعه منه دي بتبقى لينك ما بين 1 و6 في الجلوكوز مولكيولز، يبقى الفا 1 6 كوسيتيك بوند يحصل برانش وبعد كده يكمل بالفا 1 4. هنيجي تاني الاميلوز بيدينا بلو كولر، وهو المسؤول عن بلو كولر بتفاعل الستارش مع الايودين، انما الاميلو بيكتين بيدينا ريد كولر ويز ايودين. انما لو خدنا ستارش عامه كلها على بعض وفعناها مع الايودين يبقى ده بيدي البلو كولر. زي ما انتم شايفين ده الاستراكشر اوف اميلو بيكتين. اللي تشين اللي ماشيه دغري كده على طول دي بتبقى الفا 1 4، لما بيجي يحصل برانش بيبقى 1 6 جلوكوسيديك لينك، وده هنشوفه بنفس المنظر ده في الاستراكشر بتاع الجلايكوجين او النشا الحيواني بقى اللي موجود في الكبد بتاعه الهيومن والان. سورسز موجوده فين؟ موجوده في الكربوهيدرات اوف فود، الكونسيست اوف سيريالز، بقوليات عامه زي الرايس والبيرلي اللي هو الشعير والميز الذره والهويت اللي هو القمح، وموجود في الروتس والتيوبرز الجذور والسقام بتاعه البوتيتو اند سويت بوتيتو بطاطس والبطاطس. نيفر بريزنت ان انيمال زي ما انا قلت. وظيفه ايه؟ اذا مين كربوهيدرات كونتيند ان اور دايت من حوالي 60% اوف اور ديلي انجستد فود. لما بنيجي نعمل لها اسيد هيدروليسيس بقى، يعني غلناه مثلا الستارش ده مع ال HCl بيتكسر وفي الاخر بيدينا فري جلوكوز. طيب لو جبنا بقى انزيماتيك هيدروليز في الستارش، يعني جبنا محلول كده مخفف من الستارش وخدنا اللعاب اللي بيحتوي على السليفري اميليز وحطيناه عليه، بيبقى في خطوات، يعني كل بعد دقيقه يكون مركب، بعد دقيقتين مركب، لحد ما يوصل في الاخر خالص لميكتشر اوف مالتوز وايزو مالتوز. المركبات دي بتتعاقب كده، اولها الاميلو ديكسترين وبعدين اريثرو ديكسترين. اريثرو يعني ريد بيديك ريد كولر مع الايودين، اكرو ديكسترين ما بيديكش كولر مع الايودين، ويروح جاي في الاخر خالص المالتوز والايزو مالتوز برده ما بيدوش كولر مع الايودين. طيب تاني حاجة بقى بعد الستارش اللي هي الديكسترين، دي بتطلع اثناء الانزيماتيك هيدروليسيس اوف ستارش وسليفر اميليز اوربن باي بنكرياتيك اميليز في السمول انتست.
امايلو ديكسترين وإريثرو ديكسترين واكو ديكسترين. السلايد اللي قبل كده اللي احنا ورينا لكم فيها خطوات تكسير الايه الستارش في السلايفا في الماوس اللي بتحتوي على السالبري امايلين. هناخد بقى الديكستيران، ده برانش ديتشين هومو بولي ساكرايد مكونه من الفا 1/4 جلوكوسيتيك لينكج ومعاه الفا 1/6 جلوكوسيتيك لينكج. هتقول لي ايه الفرق ما بينه وما بين الاميلوز او الاميلوبكتين؟ هقول لك ان دي التشين قصيره عن الثاني، وعشان كده الكلر بتاعها مع الايودين مختلف. وظيفه الديكستيران ايه؟ دي بتستخدم كبديل للبلازما، بلازما سبستيتيوت او بلازما اكسباندر. يعني الناس اللي بيحصل لهم نزيف حاد وعايزين دم بكميات كبيره، عايزين نزود الفوليوم بتاع البلد باي طريقه بحيث ما يحصلش هارت فيلير ويحصل ده، فبنعلق له ديكستيران، ده بيزود حجم الدم بسرعه. هنيجي بقى بعد كده موضوع اللي هو جلايكوجين اللي احنا بنسميه انيمال ستارش، وعامل في الاستراكشر بتاعه نفس المنظر بتاع الامايلوبكتين بتاع الستارش جرانيول. يعني في تو تايبز اوف بوند، السيريتد شين ديت موجود الفا 1/4 جلوكوسيتيك بوند، واللي برانش بتبقى على شكل الفا 1/6 جلوكوسيتيك لينك. الجلايكوجين موجود فين؟ في الليفر والماسل الهيومن اند اند. وادي المنظر بتاعه بيبقى كومبليكس وكبير جدا وموركول معقد جدا. الليفر جلايكوجين بقى ده مينتينز نورمال بلاد جلوكوز ليفل، حال ما يحصل فاستنج من مده من 12 ل 18 ساعه ده بيكفي. الجلايكوجين ده بيتكسر طالع لنا فيه جلوكوز يطلع على البلاد، ده اللي موجود فين؟ في الليفر. اما اللي موجود في المصل بيطلع شويه جلوكوز للمصل بس، ملوش علاقه بالبلاد جلوكوز. هناخد بعد كده طيب من الهومو بولي ساكرايد اللي هو الاجار اجار، ده مكون بقى السنجل يونت بتاعته الجالاكتو امبورتنت. الامبورتنس بتاعت الاجار ده بنستخدمه في المزارع في المعامل، في مزارع البكتيريا والحاجات دي، لان البكتيريا بتحبه جدا ويحصل جروث عليه بسرعه جدا. السليولوز ده لونج ستريت نون برانشنج تشين بيتا جلوكوز يونت ومتصلين ببعض بيتا 1/4 جلوكوسيتيك بوند، وده هنعرف ان البيتا دي مهمه جدا وبتميز السليولوز. ده موجود في الول اوف بلانتس انسولبل ان ووتر ونو كلر وذ ايودين. الحته بقى المهمه اللي انا بقول لك البيتا 1/4 جلوكوسيتيك لينكج او البيتا جلوكوز، دول الجسم بتاع الهيومن ما فيهوش الانزيمز اللي بتشتغل على البيتا 1/4، بتشتغل على الالفا 1/4 بس. يبقى معنى كده ان ما بيحصلوش دايجيشن في الهيومن. ليه؟ لان الانسان اصلا الغذاء بتاعه ما بيعتمدش على الفايبرز زي مثلا الرابت او الانيمال اللي بتاكل برسيم الغذاء الاساسي بتاعها، فلازم يبقى عندها انزيمز تطلع الجلوكوز من الايه السليولوز اللي موجود في البرسيم، يبقى عندها انزيمز تشتغل على البيتا لينكج، انما الهيومن لا. امال فايده السليولوز ايه اللي احنا بناخده في الدايت عندنا؟ يعني واحد واكل خاص واكل الياف فيها سليولوز، فايدته انه بيمنع الكونستيبيشن، بيمنع الامساك في الهيوم، انما الانيمال بيحتاج يطلع منه فري جلوكوز لان ده المين دايت بتاعته. الانيولين الاستراكشر بتاع الانيولين عباره عن فراكتوز متحد مع بعضه بيتا 1 2 بوند، يبقى هنا السنجل يونت بتاعت الانيولين ايه؟ فراكتوز. الميديكال امبورتنس الماده دي لما بتتحقن في الدم وبتبتدي تنزل في اليورين وبتتقاس، وبنعمل بيها حاجه اسمها واحده من وظائف الكلى اللي هي كيدني فانكشن تيست بنسميها جلوميرولر فلتريشن ريت. كده خلصنا الهومو بولي ساكرايد. هناخد الكاتيجوري الثانيه الكبيره اللي هي الهيترو بولي ساكرايد، اللي عندنا الجامز وبيكتينز اند ميوكو بولي ساكرايد. الجامز ده جام ارابيك الصمغ العربي، موجود بقى السكر اللي فيه نوعين اهو ارابينوز وجالاكتوز. البيكتينز دي موجوده في الفروت فواكه، دي اللي بتدينا الجيلينج افكت او البروبرتي في المربى في الجام، وبتستعملها ساعات البيكتينز في تريتمنت اوف انفالتايل دايريا في الاسهال بتاع الاطفال لان ماده ممسكه.
جلايكوز امينو جلايكان. دي بقى نخش على الميوكوبولي ساكرايد. دي مكونة انواع كتير وكل نوع من دول فيه كلام كتير، هناخد بس باختصار. ميوكوتين سلفيت ادي نوع، كوندروتين سلفيت، هيلورونيك اسيد، هيبرين، هيبرين سلفيت، وكراتان سلفيت، ديرماتان سلفيت. دي انواع جلايكوز امينو جلايكانز او ميوكوبولي ساكرايد. بناخد الميوكوتين سلفيت ده موجود في الميوسين المخاط، يعني الميوكال سيكريشن في الريسبيراتو ديجستيف سيستم، ده مهم جدا. هناخد هانتر سيندروم لان ده ديزيز هو رير صحيح قوي، وموجود في البوي مش موجود في الفيميل. اكس لينجد، واللي بتنقله الام هي بتنقله للولد، البنت تبقى حامله بس للجين ولكن ما بيبانش عليها اعراض، بتورثه دايما للابن. ده ريسيسيف ميوكوبولي ساكرايد ديز اوردر. هنا بقى بيحصل ديفكت في الميتابوليزم جلوكوز امينو جليكانز ريزلت فروم ديفيشنسي اوف ايودرونيت سلفاتيز. ده الانزيم اللي هو الديفكت اللي موجود فيه، يحصل ايه؟ اكيوموليشن اوف ديرماتان اند هيبرين سلفيت الفيريوس تيشو. يديك المنظر ده اهو، شايفين الولد الصغير ده عامل ازاي؟ دي الكاركتر بتاعته. النوز بيكمز برود، شبه الانف بتاع الخنزير بالظبط. التونج اللارجد، بيبقى كبير وطالع من البق. شيكس بيكم اللارجد وراوندد. اللبس بقت سيكند والهيد بقت كبيره، ويبقى عنده بقى هيرنج لوس، والهارت بقى فيه عنده مشاكل في الصمامات، والجوينت فيه ستيفنس مشدوده ما هيش مرنه، والجروث بتاعه بيبقى فيه ديفكت في الجروث، وكمبريز اند دامجت سباينال كورد، بتبقى طبعا مأساة. الاورال مانيفيستيشن بتاع هانتر سندروم شورت اند برود ماندبل، لوكالايزد ريديولوسنت ليجنز اوف ذا جو، الفك نفسه، فلاتند تيمبرو مانديبولار جوينتس، ماكرو جلوسيك تانج، التانج بقى ما شاء الله كبير قد كده، وكونيكال بيج شيب تيس، هتبص تلاقي اسنان عامله برضو نفس الخنزير بالظبط، وجنرالايزد وايد سبيسنج، تبقى ما بينها سبيس كبير وكونيكال شيب، وشكلها بيبقى واضح جدا. والحمد لله ان النسبه بتاعت الهانتر سندروم رير جدا وقليله جدا. ديزيز تاني سيستميك هالينوزيس، وده برضو خطير. اوتوزومال ريسيسيس الحمد لله ما هوش دوميننت، فيها ديوتو ميوتيشن، في طفره جينيه بتحصل. وايد سبريد بوزيشن اوف هايلاين ماتيريال ان بودي تيشوز، جينجيفال انلارجمنت، بص تلاقي الجم او الجينجيفا بتبقى انلارجد، والاورال استراكشر مي بي انلارجد، ويبقى الشكل بتاعه مميز.